نرجع. انا مشيت الصحافه عند المراكز بس في معه. مشيت العين ناحيه قالوا لي يطلع فيها، مشيت برضه قالوا لي يطلع فيها، مشيت الاطباء تاع سيدي العباس نقول ملائكه هم المجتمع بالفضل الوالي والمدير الجهوي. انا مشيت الصحافه باش نشكركم، كون سلبيه كون كاع الصحافه جات تصور، ومن ايجابيه روح حتى نعيطوا لي. ناس هذه كلها مليحه. كون سلبيه ناس كون سلبيه كون روح حتى نعيطوا لي. مشيت للمديره الصحفيه للمديره الجهويه الله ينصرها، ومشيت للوالي بالفضل نتاعك والسهره نتاعك. انا نشكرك ونشكر كاع المسؤولين تاع ولايه سيدي العباس. هذه اللي كانت صفات في نار حتى جات الاطباء الدكتوره سليماني والدكتوره غماري والدكتور سقان والدكتوره الدين اللي وقفوا معاها من صفات في نار حتى عشات مرا واقفه. هاي واقفه حياه الزهر. نشكركم يا ايها الاطباء تاع سيدي العباس، نشكرك يا سيد الوالي، نشكرك يا سيد الوالي، نشكرك. نشكرك على السهر تاع الولايه تاعنا، ونشكر المديره اللي استقبلتني احسن استقبال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يقدرك على المجهود اللي تدير فيه. هذا هو. وهي الصحافه حرام عليكم باش السلبيه تنشروها والايجابيه تغطوها. صحيتوا يا ايها الصحافه العظيمه. شكرا. كلمة السيد الوالي. كنقولي سيد مرشع بك. كنقولي سيد مرشع بك. الصحافة تاع العالم تجي. أحسن كلام هو اللي قالوا الحاج سنة. شكرا. الحاج سنة فرح بعفوية رغم من قلبه، تكلم من قلبه بعفوية كما هنا مواطنين تاعنا إن شاء الله نتمناو لهم غير الخير إن شاء الله. جينا نخدموا مع بعض لتفيد هذه باش نحضنوا هذه الولاية لمواطنها. نتمناو إن شاء الله تتقدم تزدهر أكثر. أنا اليوم في هذه المناسبة تاع يوم الشهيد هذه أمانة تاع البلاد. من الواجب تاعنا كما كنا كامل مع بعض باش نتضافروا بجهود باش ندفعوا بهذه الولايه الى الامام باش تقول كلمتها ان شاء الله في كل القطاعات بالخصوص في المجال تاع الصحه وكل الامور اللي تهم المواطنين ان شاء الله. نتمناو لهنا حاجه الشفاء ان شاء الله. فرحانين كثير اكثر من الشفاء ونتمناو ان شاء الله صحه جيده وربي يديهم. نطلب منك سيدي الوالي اعتني بهذا الاطباء تاع عمل السرطان تاع المستشفى تاع سيدي جيلاد. واجب. هذه الدكتوره سليماني تقول مالك هاود مشكل. واش تقول لنا السيده على السيد الوالي؟ ما تسمعش طبعا ما تسمعش. اي واش هضر على سيد الوالي واش بغيتي تقولي؟ نشكر الوالي نشكر البيرسونيل تاع لا سونتي تاع العباد جينيراليست اللي تبعوني في لا مالادي وراني واقف الحمد لله. ربي يحفظك ان شاء الله. يحفظك ان شاء الله. شكرا.